حول استعدادات المحافظات. معنا من محافظة الإسكندرية موفد أون لايف ومراسلنا مينا مكرم من الإسكندرية. أهلا بك مينا. إذن الإسكندرية دائما هي مقصد المصريين جميعا في مختلف المناسبات صيفا كانت أم شتاء في مختلف الأعياد. كيف استعدت هذه المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك؟ نعم أحمد، لازالت الإسكندرية عروس البحر المتوسط أحد أهم المقاصد التي يقصدها العديد من المواطنين في الأجازات والعطل الرسمية، وتحديدا في أيام الأعياد بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وكل مشاهدين في مصر وخارجها بألف خير. يتزايد أعداد المواطنين القادمين من مختلف المحافظات لقضاء هذه الأيام المباركة على ضفاف الشواطئ، شواطئ محافظة الإسكندرية. استعدت المحافظة من خلال كافة أجهزتها التنفيذية، من خلال استعداد وزارة الأوقاف لتجهيز ساحات الصلاة بمختلف المساجد والساحات العامة المتوفرة والمنتشرة حول المحافظة، تقريبا أكثر من 400 ساحة معدة للصلاة. فجر الغد تستعد المحافظة بها لاستقبال صلاة عيد الأضحى واستقبال عدد كبير من المواطنين ربما يبلغ الآلاف في الساعات الأولى من صباح الغد. كما أيضا أكدت وزارة الأوقاف على تخصيص خطيب لكل مسجد من الوزارة يعني إلقاء خطبة عيد الأضحى، فضلا عن استعدادات وزارة التموين وعدد من الأجهزة التنفيذية، تحديدا مديرية الطب البيطري والتي استعدت أيضا من خلال التأكيد على جاهزية المجازر الآلية واليدوية في المحافظة لجاهزية كافة الأضاحي وتوفير المعدات الخاصة بهذا الأمر حتى يتم منع الذبح خارج المجازر. نعم مينا، نكتفي بهذا القدر. نشكرك مينا مكرم مراسل أونلايف من الإسكندرية، ونذهب سريعا إلى الدقهلية. معنا من هناك موفد أونلايف أحمد فرج، وأيضا من محافظة الإسماعيلية معنا دينا حويدق. أبدأ معك فرج، إذن كيف تستعد محافظة الدقهلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك؟ كل عام وانت طيب الشاذلي وكل الساده المشاهدين بخير وبسلام بمناسبه عيد الاضحى المبارك. اذا استعدت محافظه الدقهليه بشكل او باخر بعيد الاضحى المبارك. نتحدث عن ان الاماكن المخصصه للصلاه الان تشهد التجهيزات النهائيه، وذلك استعدادا لصلاه عيد الاضحى المبارك. يعني قد تكون المنطقه الرئيسيه التي تضم الالاف من المصلين هي منطقه استاد المنصوره، وايضا قد يكون يعني محافظ الدقهليه سيقوم بالصلاه في مسجد النصر وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة. ما سبق يعني هذه الاستعدادات، نتحدث عن منافذ بيع اللحوم، لحوم عيد الأضحى المبارك في يعني المنافذ الخاصة بمواطنون بلا غلاء، وهذه يعني يصل سعر كيلو اللحوم إلى 75 جنيها مقارنة بالأسواق الخارجية، وشهد إقبالا كثيفا بالنسبة للمواطنون. نعم فرق. بالإضافة إلى أن يعني المنافذ وصلت الخاصة صورة أحمد فرج من الدقهلية. نذهب إلى دينا حويدق من الإسماعيلية، تفضلي دينا. كل عام وأنت بخير شاذلي. بالفعل ما زلنا بنتابع هنا من محافظة الإسماعيلية الاستعدادات الأخيرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتابعنا منذ الصباح الباكر زيارة الميدانية للواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، حيث تفقد منافذ بيع اللحوم ومذابح وتابع الأسعار وتابع التجار، وأكد خلال الجولة أنه لن يسمح لأي من التجار التلاعب بالأسعار منعا لخلق الأزمات أو افتعال الأزمات، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطن المصري. أيضا أكد نعم على الحملات وصلت الفكرة. نشكرك دينا حويدق من الإسماعيلية، شكرا لك.